شباب هذا هناك الحكم ما كان ولا شيء. الحكم مهداوي مهداوي يلعب ناحيه اوكيل 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 يراوغ اوكيل يتقدم اوكيل يتوغل اوكيل وتخدم في حفله الحكم. والبينا توزيع من البينا وراسيه وخمس امتار ناحيه توصل يوصلها يوصل عليها علي هارون علي هارون علي هارون يراوغ علي هارون يتقدم علي هارون يوزع علي هارون. لكن تخطي الدفاعية حاضرة وقدم الخطورة في خطأ 18 متر لكن وزع من بولبينا وتخطي الدفاعية حاضرة ثم قدم الخطورة من أطلق بارادو ثم التدخل خروج موفق من هارون في عسكر 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 تنسيها ويلعقش على الكرة واحد اطار الجوله الثالثه من تصفيات كاس افريقيا بينما كره ملعوبه خطيره الى ملكه تسيس او سايس زاوي يلحق كره توزيع من زاوي عسكر عسكر يراوغ عسكر 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 تسديده قويه والحارس قلب الكرة ليوبا القصري تسديدة قوية والحارس الراحي في المكان الأول لكن الكرة لأولمبي أقو مراوغة ممتازة ممتازة بولبينا 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 لبولقبول بولقبول 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 شعيب بولقبول توزيع من بولقبول ورأسية بولقبول ناحية مضاوي 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 توزيع من مضاوي لكن خروج وكيل والهدف يقول الحكم لمصلحة أتلتيكو أولمبي أقبو وكيل بن عمارة ضربة جزاء لمصلحة أولمبي أقبو علي هارون وفي الراحي علي هارون علي هارون وهدف الثالث علي هارون والهدف الثالث لمصلحة أولمبي أقبو بعد مرور 68 دقيقة لعب علي هارون وفي الراحي علي هارون علي هارون زموم زموم من ناحية مرواني تسديدة من ناحية مقرار أو كرار تغييران زموم زموم يراوغ زموم 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 لكن تغطية حاضرة من بوزحزح زموم يستفيد من الكرة ويستفيد يراوغ رأسية خاسيس 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 لما لقيت بولبينا تسديدة لكن قوية بعيد سوكو سوكو وهيلي وهيلي يحقق كرة وهيلي تسديدة ممتازة وهيلي توزيع من كوهيلي رأسية رأسية بولبينا